بطلع من هذا المول بروح المول الثاني اللي هناك، لقيت موقفين الناس وشرطة. سألتهم شو السالفة، يقولوا موكب الملكة بيمر وين شلون الله أعلم، أتوقع تحت في الشارع يمكن، معقولة تمر مشي الظاهر تحت مر الموكب، مشوا العالم الحين فوق، حتى جسر المشاة ما تمر فوقه إذا في موكب تحت. اليوم كوفي هانتينج، أول مقهى ما أقدر توصل له، وهذا الثاني، هذا مقهى ومحمصة. طبعاً تايلند عندهم قهاوي تايلندية ينتقونها من أماكن أو مزارع محددة في تايلند، وكل صاحب محمصة هو يروح بنفسه يشتري، يروح بنفس المزارع ويشتري ويختار ويحمص. اخترت قهوة من جنوب تايلاند، أشوف طعم قهويهم. طبعا اللي ما لبس سبيشالتي يمكن بضيع شوي التفاصيل، بس تحملون مالي. هذين التايلنديين انتقلوا إلى مزارع القهوة وحاولوا يطورون محاصيلهم ويستفيدون منها ويستخدمونها بسبيشالتي كوفي، لأن القهوة توصل إلى تايلند اللي هي الغربية، التي من الدول الغربية يعني. طبعاً هي ما في قهوة بدول غربية، لكن المصدرين من هناك اللي هي القهوة الأثيوبية وغواتيمالا وكولومبيا وغيرها، المصادر معروفة للقهوة، فتوصل هني غالية. فحاولوا يطورون المحاصيل الموجودة عندهم ويستفيدون من وجود مناطق مرتفعة ومزارع قهوة، وبالفعل نجحوا. وبعض المحامص اليوم في تايلند بس تقدم قهاوي تايلندية. This coffee. What's the origin of this coffee? Chai geisha. From Nam. Yes. هذا اسمها chai geisha، من فصيلة geisha في منطقة اسمها نان. This is light roast, huh? Light roast. The roast. Light roast. حمصة فاتحة، نجرب نعطيكم خبر. قلت له يحطها لي بيبر كاب، القهوة سكريتها سويتنس مالها عالي، لكن فيها حمضية غريبة، فيها طعم مرارة وفيها فاكهية ما عرفت أصيدها. القهوة بالنسبة لي عادية يعني، بس يعني ملفت ان في تايلند يقدروا يطلعون هالمستوى من القهاوي. هذا سلال اللي يحطون فيها اكل، ملابس، قمامه، الله يكرمكم، سلال عاديه، ومسوي منها شكل فني جميل. مو بالضروره يكون الشكل فني يعني مستخدم من مواد غاليه الثمن، الاهم ان يعطي شكل جميل. هذه رسالة لأصحاب الهوايات المكلفة، اللي إذا بيبدأ هواية يتكلف مبالغ طائلة. نرجع للقهوة، القهوة جميلة لكن مو ذوقي، لكن القهوة جميلة لما بردت عطت تيست حلو، بس هم مو ذوقي يعني. المحمصة موجودة بالمركز، هذا مركز للفنون في وسط سيام سكوير، وهذا سيام ديسكفري، في محمصة ثانية بروح لها الحين، وهذا MBK الشهير. مثل ما ذكرت ان هذه منطقة سيام هي المنطقة الحيوية، هناك سيام سكوير اللي امس المحلات المودرن اللي صورت فيها، وهناك سيام باراغون المول اللي قلت عنه انه مثل افينيوز مالهم. فهذه المنطقة الحيوية وتبعد عن منطقة العرب تقريبا، المطاعم العربية، وهذه تقريباً 5-10 دقائق بالتاكسي، وبالمترو يمكن 3 محطات. وهذه محمصة ثانية بعد عندها قهاوي تايلندية وقهاوي من الخارج مستوردها، اسمها بريب. بس عادة المقاهي والمحامص بشرتي يكون ريحة القهوة هي الطاغية، هني ريحة المخبوزات،
يمكن لأنهم موجودين بمول، فشغل المخبوزات أكثر. عندهم قهوة أجنبية بس أنا اخترت تايلندية، بشوف شيء يعني مختلف. كل قهوة الباجي ذايقين. قاعد بطل القهوة على درجة حرارة 93 أنا أشوفها عالية، بس نجرب. القهوة جميلة، أجمل ما توقعت، فيها حمضية فاكهية حلوة متوازنة، وما فيها مرارة، ما فيها مرارة، حمضيتها متوازنة، سويتنس مالها عالي، قوامها إلى حد ما خفيف لكن جميلة سلسة حلوة. عشان أكون منصف ما زعل ربعنا بالخليج، القهوة جدا غالية يعني سبيشالتي، كوب القهوة 200 بات تقريبا دينارين، وتشيس القهوة ربع كيلو 550 بات، غالي جدا خصوصا على مستوى المعيشة هني، يعني جدا غالي. طبعا أغلى من عندنا بالخليج، وأغلى من عندنا بالخليج يبيعون هالأسعار، بس تكون قهوة مستوردة مو محلية وما تكون آسيوية يعني. هذا آخر مقهى أزوره اليوم، مقهى ومحمصة، لأني طفحت قهوة. الحين ندخل داخل نشوف المقهى من داخل، حلو وهادي، يبيعون بعض الأدوات. وهذه قهوية مثل ما ذكرت، دائما في عندهم تايلندي وعندهم غير تايلند، بس هذه أسعار معقولة، 125 200 بات، عندهم 1900 من بنما، عندهم 550 برازيل، بس التايلندية ب 150 معقولة أسعار. هذه قهوة تايلندية عربيكا بلند، كيلو ب 500 بات، يعني أسعارهم جدا معقولة ومقبولة. هذه من دوي تشانغ مقاطعة، وهذه من شانغراي. هذه قهويهم من مصدرين، عندهم حمصتين، حمصة غامجة الإسبريسو وحمصة الروينج الفلتر. قاعد حضر القهوة بالكاليتا على درجة حرارة 92 بعد أنا أشوفها عالية الفلتر، لكن نجرب، هم أدرب قهاويهم. هذه القهوة اللي شربتها جميلة جدا، أجمل ما توقعت صراحة. الغريب أن سعر الكوب 120 بات وسعر ربع كيلو 150 بات. القهوة سكريتها عالية، ما فيها مرارة أبدا، حمضيتها متوازنة جميلة، يمكن فيها طعم كراميل شوي مبينة، إذا بردت توقع تبين أكثر. وهذا المقهى بسيام سكوير، هذه المنطقة، وهذا MBK، وهناك محطة سيام. هذه بياعة بمحل مصورة مع العالم كله، عطتني خصم، قالت لي خلني أصور معاك لأن عطتك خصم. قلت له لا يبو، إحنا ما نصور. كل المولات في بالطابق الأخير، مجموعة مطاعم كبار، وفي كاونترات صغيرة تقدم مأكولات متنوعة، وتقدر أنت تختار نوع الأكل اللي تبيه، وتتبع عند الكاشير بالكاونتر، وتروح تستلم أو تروح تطلب من أي مكان تبي. هذه كلها كاونترات طعام، أطعمة متنوعة، الهندي والتايلندي والإيطالي وكل شيء، كل أنواع الأطعمة. طبعاً في كثير منها حلال، بالذات بالمولات المعروفة. هذه كلها كاونترات، لها أول ما لها آخر، أنواع وأشكال الأطعمة. حتى في مطاعم تايلندية حلال. طبعا في اشياء ما تنوكل، وعموما الاكل التايلندي لذيذ اللي يعرف شنو ياكل. هذه كلها كاونترات، كلها مطاعم صغيره،
تختار اللي تبي وتروح تدفع بالكاونتر، يعطونك كوبون بالقيمة اللي انت فيها وتستلم الأكل تقعد هنا تاكل. هذا قاعد يسوي ريول ديار، هذه أكلة شهيرة عندهم. للآخر هذا مطعم تايلندي حلال عند عيش وبياي بعض الأطعمة التايلندية. طبعا المطاعم اللي قبل شوي بالفود كورت، وفي مطاعم كبيرة مثل هذه، وهذا محل حلويات لكن متخصص بالمانجا حتى لونه أصفر. كل أنواع الحلويات أو أطباق الحلو اللي داخله بالمانجا. في مول ام بي كي هذا مطعم ستيكات حلال وعنده برجر هذا الشهر حلال اسمه ذا بيف ماستر، طبعا هو بالطابق العلوي الاخير السادس مقابل فود كورت. مول ام بي كي طبعا اشهر مول في بانكوك، 6 طوابق وكل شيء فيه تقريبا، الى حد ما هو شعبي يعني ما في ماركات، غالبا منتجات محلية وفي ماركات مقلدة وأشياء محلية وأكسسوارات موبايل والسوالف، يعني مو سوق مختص لكن تلقى فيه شريحة كبيرة من الأجهزة والموبايلات والإلكترونيات. هم بعد فاصلهم هني، هذا مثل ما قلنا بطرف سيام سكوير، هذا كندا جوز مونكلير وكل الماركات. طبعا ينتشر تقليد هنا بشكل كبير، اسعارها غاليه ولا تسوى، هذا 50 دينار تقريبا اذا مو اصلي ما منه فايده، صدقنا الاصلي 300 دينار وفوق، لكن عاد البس جاكيت شيء يسوى. يعني تعبت وانا اكل من هالتشيز تارت، وهذا من المحلات اللي يضبطونها، عندهم نكهات لكن أنا أحب الأصلية. وهذه التارت أنواع وأشكال، فريش يخبزونها. وهذا بعد واحد ثاني بعد حلوة، هذا بس أحيانا نحط فيها لحم، يكون فيها لحم ودياي. داخل سيام باراغون في سي لايف، عالم البحر أو حياة البحر، جميل جدا، مكان يعني سياحي تقص تذكرة تدخل، مناسب جدا للعائلات والأطفال، أنصح بشدة بزيارته. هذا سيام باراغون اللي قلت إنه مثل أفينيوز مالهم، مثل ما أنتم شايفين يعني في ماركات فخمة وفي متوسطة قليلة ما في، لكن هذا ما يختلف شيء عن دول الخليج، إلا اللي يحب ماركات هذه مثلا يبي قطعة مو موجودة بالخليج مثلا يمكن حصلها هني ممكن، لكن أغلب كثير من عندنا. هذه طرق مشهورة في تايلند، تكون مطاعم بالطريقة هذه مكشوفة ويطبخ قدامك تقعد ناكل. هذا شوي مزعج إن على الشارع وتلوث، لكن بوكيت مثلا أو بعض الجزر الثانية تكون تجربة جميلة، أكلهم نظيف وحلو لأن ينطبخ قدامك كله أسماك وشوي وطبخ، لكن هني شوي مثل ما ذكرت لأن على الشارع عاصمة ومكان هذا مو نظيف، يعني شكله ما شلون صار في أماكن سياحية. هذا آخر مقهى أزوره اليوم، وما راح أشرب لأني طفحت قهوة ولأني ما أشرب بالليل،
هذا اسمه مقهى سبيشاليتي كوفي، وهذا قريب جدا من شارع العرب مشي. وهذه قهوه مطعم مزدحم لان في اكل وقهوه. هذه علبتين ب 1500 باط، غالي هذا، اغلى من اللي قبل. مثل ما ذكرت هو مطعم، واصلا عندهم احتفال ظهر اليوم شركه. هذا اسم الكافيه مثل ما ذكرت انه قريب جدا من منطقه العرب، يمكن دقيقتين ثلاث دقائق مشي. وسبيشاليتي وقهوه ايضا تايلانديه، بس مسكر اصلا، يسكر الساعه 7 والظهر حاجينا شركه محتفلين فيه. هذا محل ضخم للوشوم او التاتو. انصح كل واحد يفكر يسوي وشم ان يراجع نفسه، لان اولا امر محرم، حرام شرعا. ثانيا انت تتغير وتكبر وتغير افكارك وتغير نظرة المجتمع وتغير الدنيا كلها. يمكن تحط شيء على جسمك ما تقدر تشيله بعدين، تتندم عليه بعدين، يعني في مرحلة من مراحل حياتك. هذه شوربة تمي أشهر أطباق التايلاندية، فيها مشروب أعشاب ورقياها. هذا مطعم قديم اسمه فودلاند، حتى اللي يشتغلون كلهم عيايز شياب. كان اسمه كان كشفة هذا قبل. المهم هذا كاونتر كذي أو بار، تطلب منه أكل، أكله حلو ونظيف، وداخل في سوبر ماركت. هذا قريب من منطقة العرب. وللمستعجلين بالحديث عن السكن، أنا ما أتكلم عن سكن إلا وقت المغادرة. الحين مغادر إن شاء الله، والسكن أنصح فيه بقوة في فندق لاندمارك. فندق جميل جدا وموقعه مميز، مقابل شارع العرب تماما، وليس في شارع العرب، في فرق كبير. شارع العرب أنا أشوف مو مناسب السكن فيه، ولا مناسب السكن بعيد عنه. هذا بالنسبة لي كان أفضل خيار. الفندق 5 نجوم، ليلته تقريبا 120 دولار. أنا أحتاج كثير من خدمات فندق 5 نجوم، بالذات خدمة الكونسيرج. الكونسيرج تحط أغراضك عندهم، يوصلونهم الغرفة، تطلب شيء يوصلون الفندق، ينزل الكونسيرج، تطلب منهم حجوزات، تطلب منهم يعني تشغلهم لحسابك. هذه شغلتهم، هذه مهمتهم، خدمتك. وهناك شارع العرب مقابل الفندق تماما، بعد الشارع تعبر الشارع، انت في وسط المطاعم العربية. مو حلو تسكن بين المطاعم العربية وشارع العرب، لكن جميل انك تكون قريب يما تحتاج مطاعم، تحتاج شيء. ليلة الفندق 120 دولار، مثل ما قلت لكم يعني يتفهم الزباين العرب، وحتى بالغرفة الأكل حلال. اللي يبون يقيمون إقامة طويلة علاج وغيره، في خيارات أخرى، في شقق وفي سويتات، في طبعا بانكوك مو بالفندق أتكلم، لكن إقامة قصيرة يعني أفضل أنا فنادق. إذا كنت رايح من وإلى المطار أو المشاوير البعيدة، لا تروح بدون الهايوي، ما تسوى. ادفع شوية مبلغ بسيط وخليه يطلعك بالهايوي بعيد عن الزحمة وأسرع.